السلام عليكم متتبعين قناة سهام في هولندا. كنتمنى هاد لا فيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم غادي نصاوب معكم هاد الكراتان هذا، كيف كتشوفوا كيجي بنين بزاف ورائع. هانتوما شوفوا لي الالوان ديال الخضره، صراحه شي حاجه اللي كتشهيو وشي حاجه اللي محتاجينها في هاد الوقت هذه. يعني الخضره راكم عارفين المنافع ديالها، باش الواحد اللي ما تاكلش الخضره ضروري ياكلها بهذه الطريقه هذه. غادي نخليكم مع الطريقه ديال هاد الكراتان هادي، المقادير اللي غادي نحتاجو، شنو الانواع ديال الخضره اللي تقدروا تحتاجو، ونخليكم مع طريقه التحضير. يلا فرجه ممتعه مع الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. على بركه الله غادي نبدا معكم المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكراتان هذا. الصراحه كيجي زوين بزاف بزاف، ما تخدعوش يا بنت لكم الخضره كثيره. انا صراحه من عشاق الخضره، كتعجبني الخضره يعني في الفران، كتعجبني الخضره في الطاجين، يعني في اي حاجه كتعجبني سوتي، يعني مهم كتعجبني الخضره. نتوما لكم الاختيار، اللي ما تاكل شي حاجه من هاد الخضره هذه ممكن ما يديرهاش. اول حاجه درتها هي انني خديت الكفته. نتوما كيف كتشوفوا الكفته هنايا، انا شرملتها وخليتها باش هذا تشرب العطريه ديالتها. خديت بصله حكيتها، وخديت ثلاثه طريوس ديال الثومه، وخديت الربيع قرطته، ودرت شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه، وصافي. وقيلا كنظن هادشي اللي درت في العطريه، وخلطتها مزيان وغطيتها وخديتها كتختمر مزيان. عرفتوا دابا حيدت لها الميكا وعطات واحد الريحه فيها زوينه. المهم هي اول حاجه باش كنبداو، باش كتكون عندنا يعني الكفته ديالتنا واجده. ثاني حاجه اللي غادي ندير هنايا، كيف كتشوفوا عندي البطاطا. غادي ناخذ البطاطا، غادي نقشرها وغادي نقطعها دوائر، وغادي نديرها تسلق هي وخي. هانتوما هنايا قرطت البطاطا، درتها في قميله باش انها تسلق. الحجم ديالها كيجي بحال هكا، يعني ما كتجيش غليظه ما كتجيش رقيقه، كيف كتشوفوا هكا يعني السمك ديالها كيجي بحال هكا. غادي نديرها، غادي تسلق ليا نص سلقه، يعني ما عنديش نخليها تسلق كلها. وغادي ندير دابا معها واحد شويه ديال الملحه. خديت خيزو زيت هو، درت ليه نفس الشيء اللي درت البطاطا، حيدت ليه القشره اللي فيه، قرطو هكا دوائر كيف كتشوفوا صغار. كيف قلت لكم بالنسبه للخيزو ممكن تستغناو عليه، انا كيعجبني نديرو في اللاطه لتحت. غادي تشوفوا معايا فاش غادي نبغي نوجد اللاطه، غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير. هنا دابا جينا الخضره اللي بقات، كيف كتشوفوا عندي دنجال، عندي جوج دنجالات، وعندي واحد كورجيت اولا قريعه خضراء كيف كتشوفوا هنايا. دابا غادي ناخذ هادو، غادي نقطعهم حتى هما على شكل دوائر، مغسولين مزيان ونقيين، غادي نقرطهم على شكل دوائر، غنخليهم بالقشره ديالتهم، وغادي نحطهم في اللاطه ديال الفران اللي انا وجدت هنايا، والفران اللي شاعله. قطعت الدنجال حتى هو على شكل دوائر بحال هكا، كيف كتشوفوا السمك ديالهم راني قرطتهم ما كبار ما صغار، يعني تقريبا قد هكا قد الصبيع بحال هكا، يعني بحال هذا الشكل هذا. درتهم هكا دوائر. دابا غادي ندير عليهم وحطيتهم في اللاطه ديال الفران اللي دايره ليها البابي ديال الطبخ. دابا غادي ناخذ شويه زويته بلديه وغادي نديرها هكا من الفوق ديالو كله هكا، كله بحال هكا. غادي ندوز عليه بواحد الشيته باش كله تكون فيه الزيت. وما عارفين زويته بلديه في الفران هذا، راه غراتان اللي هو صحي بزاف و100% صحي، وحاجه اللي هي زوينه. دابا غادي ناخذ هنايا شويه ديال الملحه، غادي نرشها عليه. الملحه ديالنا البنات راه ما مجهداش، غير باش تكونوا عارفين. تبان لكم كندير الملح وتقولوا لي راه الملحه مجهده، راه ماشي بحال الملحه المغرب. الملحه المغرب مجهده، هذه ديالتنا هنايا يعني قد ما كتزيدي فيها والو. دابا هاد اللاطه هذه واجده عندي، غادي ندخلها للفران باش غير يدبل لي شويه الدنجال، ما عاديش يتحمر غير يدبل. هنا نفس الشيء غادي نديروا القريعه، هي بديت كنقرضها حتى هي دوائر.
نفس الشيء درت القرعه او الكورجيت، ها هي هنايا درت عليها حتى هي شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت العود، ودرتها من التحت ديال العطا، وانا دابا كندوز عليها بحال هكا بالبانسو. دابا غادي ندخلها حتى هي للفران مع الطاوله الاخرى اللي كاينه ديال الدنجال باش يتحمروا ليا ونخرجهم من الفران. البنات اللي ما عندهمش الفران او لا زربانين بغاو زعما الوصفه دغيا يطلعوها يقادوها دغيا، ممكن انكم تاخذوا القريعه بحال هكا تقردوها هكا، والدنجال بنفس الطريقه حتى هو دوائر، تاخذوا غير مقله ديروا فيها واحد شويه ديال زيت الروميه او اي زيت تبغيو ولا طرف ديال الزبده يعني شويه، وتحطوا ديك القريعه بحال هكا غير تدبل شويه وتقلبوها ثاني صافي، وتحيدوها من لاطا حيت من المقله باش من بعد تحطوها في لاطا ديال الفران، حيت هما راه عادي يكملوا الطياب ديالهم في الفران. داكشي علاش قلت لكم البطاطا ما غاديش نسلقها 100%، يعني غادي نسلقها نص سلقه، الخضره كذلك غادي نخليها، الخيزو كذلك نص طيبه، القريعه نفس نص طيبه، الدنجال نص طيبه، حيت غادي يكملوا الطياب ديالهم في الفران. هادشي علاش دابا الطاوه واجده عندي، غادي ندخل دابا الفران. شوفوا لي تبارك الله القريعه كيفاش دايره، اللون ديالها عرفتوا كيشهي. هذه هي الخضيره من بعد ما قرطتها كلها، هذه مطيشه قطعتها حتى هي دوائر بحال هكا، الكفته حتى هي شديتها ودرتها على شكل كره بليت وبسطتها بحال هكا بيديها كيف كتشوفوا، انا حطيتها هنايا حتى هي قديتها كلها. البصله راكم شفتوها معايا فاش كنت كنقرطها، البابريكا حتى هي، الفلفله حتى هي قطعتها دوائر صغار بحال هكا، هانتوما هي الحجم ديالهم حيت عادي يطيبوا دابا في الفران. هنا الدنجال من بعد ما طاب ليا في الفران، هانتوما كيف كتشوفوا طايب الدنجال. هنا القريعه كذلك ها هي تحمرات حتى هي وجدات، الخيزو ها هو هنايا من بعد ما تسلق واجد دابا هنايا. دابا غادي نبدا معكم البطاطا كذلك ها هي من بعد ما تسلقات نص سلقه، دابا غادي نبدا نوجد معكم في اللاطا، تشوفوني كيفاش غادي نرتبهم واحد الترتيب اللي زوين بزاف وغادي يعجبكم. وكيف كتشوفوا في الالوان ديال الخضره الصباحه يعني كيشهيو، من بعد الا تخلطوا غادي يجيو واعرين. هانتوما معايا غادي ناخذ مول ديال الدجاج بحال هكا، ممكن تستعملوا اي مول عندكم، انا استعنت بهذا المول هذا الكبير وديال الزاج، يعني ممكن تستعملوا اي واحد. انا غادي ناخذ هذا الخيزو هذا اللي راني سلقت نص سلقه، غادي نضيفه في اللاطه ديالي بحال هكا بشكل عشوائي، يعني ماشي بالضروره انني نقدهم نحط وحده حدا وحده، المهم بحال هكا. وكيف قلت لكم ممكن تستغناو على الجزر، يعني ماشي بالضروره انكم ديروه، اللي تيبغي الخيزو ياكلو حتى هو فليك غاتان ولا يديرو غادي يعجبو، اما اللي ما عندوش ما يبغيش اولا ما متوفرش ما يديروش. صافي دابا بحال هكا انا سرت الخيزو ديالي هكا في اللاطه. غادي اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ البصله بحال هكا، غادي ناخذ الطرف ديال الكفته غنحطو هكذا، غادي ناخذ مطيشه غادي نحطها حتى هي من فوق من الكفته، غادي ناخذ بنجال غادي نحطو من فوق من المطيشه، غادي ناخذ البطاطا غادي نديرها من فوق من الدنجال، وغادي ناخذ الكورجيت وغادي ندلها بحال هكا، غادي يجيو بحال هكا، غادي يمشيو في الترتيب بحال هكا في اللاطه. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا معايا، غادي ناخذ البصله وغادي ناخذ الكفته، انا خديت البصله نتمنى الصوره تكون باينه لكم، وخديت الكفته هنايا غادي نديرها من الفوق ديالها بحال هكا، غادي ناخذ مطيشه غنحطها من الفوق ديالها حتى هي هكذا، غادي ناخذ دنجال وغادي ناخذ بطاطا غادي نديرها هكا، وغادي ناخذ كورجيت غندير بحال السيف ديال اللاطا. ها حنا غناخذوا البصله بحال هكا، غادي ناخذ الكفته غادي نديرها من الفوق ديالها هكذا، غادي ناخذ واحد الدائره ديال المطيشه غادي نديرها من الفوق ديالها بحال هكا كيف كتشوفوا، غادي ناخذ دائره ديال الدنجال غادي نزيدها من الفوق ديالها هكا، غادي ناخذ بطاطا هكذا، وغادي ناخذ واحد كورجيت هكذا، وغادي ناخذ الفلفله الحمراء. بالنسبه للفلفله الخضراء غادي نخليها هي الاخرانيه غادي نزين بها. دابا غادي ناخذ هادو هكذا هانتوما كيف كتشوفوا، وغادي نحطهم بحال هكا وانا كندكس
شو غنبقاو غاديين بنفس التتمه. يعني انا عاود عاوتاني وحده اخرى معكم باش تشوفوا. انا خديت البصله نقربها لكم باش تبان لكم، ها هي البصله. غادي ناخذ الكفته نحطها من الفوق ديالها، غادي ناخذ مطيشه نديرها من الفوق ديالها بحال هكا، غادي ناخذ بنجال غادي نديرو هكذا من الفوق، غادي ناخذ بطاطا نديرها هكذا، غادي ناخذ كورزات غادي نديرها هكذا، غادي ناخذ هادو دابا هكا وغادي ندير هكذا. دائما البصله كتبقى هي الاخرانيه، المهم نتوما كيبقى داكشي على حسب الترتيب ديالكم. وكنبقاو كنضغطوا بحال هكا، غنبقى مستمره بنفس العمليه تنكمل هاد الكميه كلها ديال الخضار اللي عندي. بعد ما كملت اللاطه ديالتي في التستاف كيف كتشوفوا كتجي بحال هكا، صراحه دغيا كتوجد ما كتاخذش الوقت. انا خديت دابا الفلفله اللي بقات عندي، الفلفله الخضراء، غادي نزين بها غير الجوانب ديال هذا الكغاطا هذا باش ما طيبش ليا، حيت صراحه كتعجبني انا الفلفله في الفران وفي الكغاطا بحال هكا. ممكن تستغناو عليها الناس اللي ما تيبغيوش الفلفله ممكن ما يديروهاش. صافي غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل هاد الفلفله هادي كلها اللي عندي. ها نتوما البنات كيف كتشوفوا دابا في البابريكا الخضراء، انا زينت بها جوانب ديال الكغاطان ديالي، كتجي بحال هكا صراحه كيجي زوين وكيجي شهي. بالنسبه للفلفله الحمراء انا درتها مورا كل قريعه كندير الفلفله الحمراء، راه هي فيها كلها في اللاطه كلها فيها الفلفله الحمراء. دابا كيجي بحال هكا، ها نتومايا كتجي بصله كفته مطيشه بنجال بطاطا قريعه فلفله، وكنبقاو مستمرين بحال هكا على هذا النحو هذا. هانتوما كيف كتشوفوا الخضره الصراحه فيها واحد اللوين زويون بزاف. غادي ناخذ انا شاط ليا الفلفله الحمراء، غادي ناخذها بحال هكا، غادي نضيفها من الفوق ديال الكغاطان ديالي بحال هكا باش انها ما تضيعش ليا، وصافي تيكون هذا هو الطبق ديالي. بعد ما كملت الفلفله كلها اللي كانت عندي، ديك البابريكا الحمراء اللي بقات عندي انا زدتها هكا كلها من الفوق ديالو، صراحه ما غيراتش ليا المنظر، بقى كيف ما هو. دابا انا بالنسبه ليا البنات ما غاديش ندير العطريه، اللي كتعجبو العطريه يديرها. انا درت العطريه في هذه في الكفته، وغادي تطلق كاع الخضره غادي تطلق الماء ديالها، وغادي تطيب بها هذه الخضره هذه كلها غادي تطيب. يعني ما كاينلاش انني نزيد العطريه، نتوما الا بغيتو تزيدوا العطريه ممكن ديروها في واحد الطويصه وديروا معها واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك اولا مطيشه هكا محكوكه، وديروا العطريه ديالتكم مع شويه ديال الماء وتخلطوها مزيان وتخويوها عليها. انا بالنسبه ليا غادي نستغنى عليها، غادي ندير زويته بلديه، غادي ندير زيت العود بحال هكا كيف كتشوفوا، كتجي فيها واحد المذاق واعر وزوين بزاف 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 بزاف، راه كغاطان صحي وسهل ودغيا كيوجد. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه من الفوق ديال الكغاطان ديالي بحال هكا، صافي تيكون هذا هو الكغاطان ديالي. دابا غادي نغطيه وغادي ندخلو الفران على ما يوجد، تلقاو مع الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للفران غادي نخلي الفران بارد وغادي نشعليه من الفوق ومن التحت. الشكل النهائي ديال الكغاطان اللي وجدنا مجموعين كيجي بحال هكا، الصراحه كيجي رائع واكثر من هائل واكثر من صحي، صراحه شي حاجه اللي هي زوينه. وكيف قلت لكم في لا فيديو الدنجال كيعطي لهاد الكغاطان هذا كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين. اما بالنسبه للكفته ممكن تستعملوا اي كفته عندكم وتقدروا تستغناو كذلك عليها، ممكن عاوتاني تستغناو على الخضره وتخليو غير الكفته والبطاطا ومطيشه، اولا الكفته ومطيشه والبصله كيجي بها حتى هو زوين هذا الكغاطان هذا. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، ها نتوماياه كيجي معسل والخضره طايبه، يعني بلا ما نزيدوا ليها الماء ولا نزيدوا لاصوص. كيف قلت لكم ممكن تزيدوا صوص طوماط مع العطريه، اللي باغي العطريه يزيدها من الفوق ديالو مع كويس صغير ديال الماء، يعني تقريبا قد هكا، يعني شنقول لكم شي 4 المعالق ديال الماء مع ديك صوص طوماط ومع العطريه ويزيدها من الفوق ديالو حتى هو كيجي زوين. ممكن الناس اللي عزيز عليهم الفرماج يزيدوا الفرماج من الفوق ديالو حتى هو كيعطيه واحد المذاق اللي هو هائل. انا كيعجبني نقدمه بهذه الطريقه هذه بحال هكا، نزيد باقي عليه واحد شويه ديال زيت العود وناكلو هكذا غير بالفرشيطه بلا خبز بلا حتى شي حاجه. كيف راكم عارفين راه البطاطا راه فيها النشا يعني اللي كافيه،
وكيجي بحال هكا صراحه، كيجي رائع بزاف. جربوه وردوا عليا الخبر، واللي كيدير بحال هاد الوصفات هادو يقولها ليا صراحه شي حاجه اللي هي صحيه كيف قلت لكم في هاد الوقيته ديال البرد وهاد الوقيته هذا ديال اللي كيكون فيها الرواح، باش اننا نقويو المناعه ضروري لينا من الخضريات ومن الاكلات اللي كيكونوا صحيين بحال هكا، يعني شي حاجه طيبه في الفران ما طيباش في الزيت وحاجات بحال هكا. كنتمنى هاد الطبق هذا ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على متابعه الفيديو من الاول حتى الاخير، وكنشكركم على التعليق الزوينه ديالكم وعلى لي لايك ديالكم، وكيف كنقول لكم دائما بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم والناس اللي ما ابونينش. كنتمنى يتابوناو دابا، هبطوا هبطوا هبطوا، يلا تابوناو وعاودوا رجعوا باش تشوفوا هذا الكراتان هذا ان شاء الله. يلا بالصحه والراحه، نهاركم مبروك، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.